كاميرا 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 تجميد أشكال ومستويات الاتصال كافة بين العدو الإسرائيلي وأي دولة عربية، ودعوة الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات على المستوى الدبلوماسي، بدءاً من سحب السفراء والتوقف فوراً عن التطبيع وقطع العلاقات الدبلوماسية وصولاً إلى إلغاء الاتفاقيات معها. فلا يجوز لنا بعد اليوم أن نقبل بالمبادرات الناقصة والتحركات والاجتماعات التي لا فائدة منها، ولابد أيضا من التحرك الفعال من أجل الضغط على الدول المؤثرة لإعادة هذه القضية برمتها إلى مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته باعتباره المعني بحفظ السلام والأمن الدولي. أعطي الكلمة الآن لمعالي وزير الخارجية فلسطين. أريد أن أقول أن مجلس الجامعة ومطالبة بوقف عملية التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وأيضا هناك سلسلة من المقررات التي تطالب مجلس الأمن أن يقف وقفته في خارجية فلسطين. المطلوب هنا هو بحث البدائل، ماذا تستطيع الدول العربية أن تفعل، ماذا تستطيع أن تقوم به. على هذا موضوع يجب أن يبحث داخليا عربيا ويتفق عليه، ثم مع الدول أعضاء مجلس الأمن.